البابا توادروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في لقاء خاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد. الرجل الاستثنائي في التاريخ الحديث للكنيسة المصرية. كلنا بيبقى عندنا روح رجاء وروح أمل لهذا العام الجديد. يفتح فيه أهم ملفات الكنيسة المصرية وكيف لعبت دوراً هاماً في سنوات الإنجاز ووحدة الصف. لين بروتوكول بين الأسقفية وبين مؤسسة حياة كريمة. ويجيب على الأسئلة الصعبة في قضايا الأحوال المدنية للأقباط. ملف الأسرة المصرية. إزاي نوعي الشباب؟ إزاي إنه يفكر في الارتباط؟ والتحديات التي تواجه وحدة المجتمع المصري. لازم يكون عندنا أمل وعندنا رجاء للمستقبل وعندنا رؤية إيجابية. لقاء خاص مع دينا عبد الكريم على شاشة التلفزيون المصري بيت كل المصريين السبت 7 مساء على قناة مصر الأولى.